اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. بهذه الكلمات عبر الشاعر عن افتخاره باللغة العربية وعن المكانة الخاصة التي تحتله العربية من قلبه. وبالتزامن مع اليوم العالمي لها، تمر اللغة العربية بمرحلة تكاد تكون هي الأخطر من نوعها، وذلك لانصراف الناس عن اللغة الفصحى والاهتمام باللهجات العامية الدارجة. رغم ما تمر به اللغة العربية من إهمال على كافة المستويات، إلا أن هناك اهتمام خاص في أوساط بعض الفئات الشابة، ما يعني أن هناك جيلا جديدا يقرأ ويطالع الكتب ويغوص في أعماقها الوارفة. قبل الجامعة ما كنتش عندي الوعي تجاه القراءة وماذا تفعل لنا القراءة. في بداية دخولي الجامعة بدأت أسمع الناس يقولوا أنه مهم القراءة، والدكاترة أيضا يحثون على القراءة. بدأت أقرأ شوية، بدأت أقع في حب القراءة وأقع في حب الكتب وأغرق بين السطور، وبدأت أقرأ أكثر وأكثر، خصوصا من بداية التخصص، من بداية مستوى ثالث بدأت أقرأ بكثرة. في القراءة وجدت حياة أخرى، فرأيت أن حياة واحدة لا تكفيني، أريد أن أعيش أكثر من حياة، فبدأت أقرأ وأكثر وأكثر، خصوصا في مستوى ثالث لأنه بدأت التخصص، فبدأت أقرأ الكتب المتعلقة في مجال التخصص، في مجال الصحافة، في مجال الفلسفة، في مجال التاريخ والأدب والجغرافيا. حكاية من بين عشرات الحكايات الملهمة والتي تحفز الجميع على القراءة ومطالعة الكتب. رانيا المقطري طالبة في مستواها الأول بجامعة تعز، تحكي شغفها الكبير بمطالعة الكتب وكيف استهوتها القراءة منذ الطفولة وساعدتها على تحقيق النجاح في حياتها. طبعاً شغف القراءة ما كانش من الآن، كان من وأنا صغيرة، فكنت أحب أقرأ أي حاجة. كان أبي لما يروح بيده جريدة أو مجلة، فكنت دائماً أحب أقرأ، أخرج معه بالسيارة ولا شيء أقرأ، أحاول أني أتهجل لوحات، أي حاجة بالشارع أقرأها، فكان حاجة حلوة. أحس أنه لما أقرأ مدريش إيش كنت أحس وأني طفلة، بس كنت أحبه. طبعاً إحنا الآن الأغلبية أصبح يركز على لغة العصر واللي اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات المشابهة، فنسوا أنه معانا اللغة العربية اللي هي اللغة الأم. قيل قديماً إن الكتاب صديق حميم، جملة قصيرة لخصت العلاقة الوجدانية الكبيرة بين الإنسان والقراءة منذ الأزل، إلا أن القراءة اليوم باتت تمثل طرفاً زائداً لا يلتفت له غالبية الناس، أو استعراضاً شكلياً لا يصل إلى حقيقة وعمق المضمون. لبرنامج صباحكم أجمل، أسامة عفيف.